السلام عليكم. اليوم الموضوع ديالي غيكون شويه مختلف كما تتشوفوا من خلال العنوان، والعمل غادي يكون في هذا المول اللي تتشوفوا هنا ديال الكوكياجة. اذا قبل ما نبدا ديروا جيم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد، وبسم الله. هذا المول ديال الكوكياجة انا توصلت به غير مؤخرا من علي اكسبريس، واول مره غادي نجربه ونتمنى ان التجربه تكون ناجحه. كما تتشوفوا هنا انا خديت الاناء ديالي اللي غادي ندير فيه الخلطه، غادي نضيف فيه 6 الملاعق ديال الاسمنت، ومن بعد غادي نخلط نصف كاس صغير ديال الماء مع معلقه صغيره ديال الكولا ديال الصباغه، ثم غادي نزيد ملون احمر صباغه مائيه، وغادي من بعد نخلط كل شيء، وغادي نخوي هذاك الخليط في هذاك المول. ودابا من بعد ما خلطت الصباغه مع الماء مع الكولا ديال الصباغه، غادي نصب الخليط على الاسمنت وغنخلط مزيان حتى يتجانس، ومن بعد غادي نفرغه في هذاك المول. هنايا راه صورت لكم حتى كواليس العمل، يعني راه ما صورتش غير النتيجه، انما صورت لكم حتى الاخطاء اللي تتوقع، حيت دائما في مواقع التواصل او في اليوتيوب تتلقاو ان التصوير تيكون مثالي، العمل تيكون نظيف، وتقريبا الصورة تتكون مثالية وجميلة، ولكن الحقيقة أن وراء الكواليس راه ماشي كل شيء مثالي، وانتم غتشوفوا معايا كل شيء بعينيكم. إذا هنا خلطت الخلطة ديالي، وغادي نخويها في المول. هاد المول رانا ما كنتش عارفة شحال غيهز ديال الاسمنت، راني غير قدرت ودرت كمية كبيرة باش ما يخصنيش. اذا هنا هانا صبيت، شوفوا شنو غيوقع ليا. اذا تنتعامل هنا مع المول بحذر، ولكن مع الاسف تتشوفوا ان راه دفق ليا الخليط، لان الخليط كان كتير على القالب، الخليط كتر من القالب. هنايا راه ما قدرتش نهزو ونخبطو ونحركو لانه عامر، ولانه حتى العمق ما عندوش هذاك القالب، العمق ديالو او السمك ديالو صغير بزاف. هنا راه تنحاول انني ندخل هذاك الخلطه ديال الاسمنت لجميع الجنبات ديال المول. اذا تتشوفوا بان هذيك الطاويله الاولى هذاك القلع كانت غادي توسخ مزيان. انا استعملت المناديل باش نظفت شويه سطح العمل، وغسلت يدي شحال من مره، ورجعت ثاني تنخدم. هنايا راه خديت هذاك العود ديال الشواء غير باش نتاكد ان الجنبات غادي تعمر بالاسمنت وما يبقاش فيها الهواء، كما تنقول ديما باش الكونكريت ما يكونش فيه عيوب. هو في الحقيقه هذا المول زوين بزاف، ولكن مع الاسف هانتوما تشوفوا شنو غيوقع في النهايه. هنايا راه شاط ليا واحد شويه ديال الخلطه من المول الاول، اذا قررت انني ندير مول ثاني، يعني نجرب المول الثاني من هذوك المولات اللي كانوا جاوني جداد من علي اكسبريس. هنايا رانا رجعت زدت على الخلطه الاولى عده ملاعق ديال الاسمنت، يمكن 4 ولا 5، وزدت عاوتاني هذاك الخليط ديال الماء مع الصباغه مع الكولا. اذا انا فرغته في القالب، وفي الحقيقه راه ما كفانيش من المره الاولى، عاود زدت خلطت مره ثانيه، وهنايا تنحاول نحرك ونخبط هذاك القالب باش هذيك الخلطه
توصل للقاع وما يكونوش العيوب. هنايا تسنيت ليله كامله ودست لمرحله فك القوالب. اذا تنحاول بشويه ولكن مع الاسف كما تتشوفوا راه غادي نفك هذاك البلاطو ديال الصدفه او القوقعه وغنلقاه كله مهرس من جناب، يعني انه خسر ليا رغم كاع المحاولات اللي درت رغم الاحتياطات اللي خديت، ولكن مع الاسف هاد المول هذا ما عندوش هذاك العمق الكافي باش تجي هذيك البلاطو يجي شويه صحيح وشاد في راسه. اذا تيجي السمك ديالو صغير بزاف وتيكون سهل التكسر. ها انتم شفتوا، وفي الحقيقه ان هاد المشكله راه ما وقعتش ليا مره واحده، راه وقعت ليا جوج مرات. اذا مره بهاد الخلطه ومره اخرى بخلطه ثانيه بلون اخر. دائما هاد المول هاد البلاطو ديالو ما تيكونش صحيح، ما تيصبرش دغيا تيتكسر. شوفوا السمك ديالو شحال صغير. هاد المول ما تنصحكمش تشريوه، من الافضل بلا ما تضيعوا فلوسكم. هذه خيبه الامل الاولى، وكان عندي الامل في القالب الثاني. كنت نتمنى ان الشكل اللي صوبت فيه ينجح باش ترتفع المعنويات ديالي وما نفشلش جوج مرات في نهار واحد، ولكن مع الاسف. اذا هنا محاولات مستميته، ولكن مع الاسف ما قدرتش نجبد هذيك المزهريه صحيحه من القالب. اضطريت انني في الاخر نقطع القالب بالسكين، وتتلاحظوا ان المزهريه خرجت حتى هي مهرسه لانني كنت نحاول، فغديك المحاوله اللي كنت نحاول هرست ليا هذوك الجنبات الفوقانيين ديال القالب، وصدقت القالب مقطعه وحتى المزهريه خرجت مهرسه، يعني خساره من جهتين. حسيت بالاحباط وتاثرت. غير باش تعرفوا ان العمل راه ماشي دائما تيكون ناجح، راه احيانا تنتعرضوا للفشل، يعني هاد المسائل عاديه. لهذا خاص الانسان ما يتصابش بالاحباط من اول محاوله او من ثاني محاوله. راه دائما مهما خدمتي واحد العمل راه لا بد شي نهار غتخسرو، لا بد شي نهار ما غيتصاوبش، لا بد شي نهار غتكون فيه عيوب. وهي العيوب في الحقيقه راه دائما كاينه، لان العمل الانساني راه مشوب بالعيوب. اذا ما نتيقوش داكشي اللي تنشوفو في وسائل التواصل ديال الكمال والمثاليه اللي تنشوفو. ومهما كانت درجه المهاره والخبره والتجربه راه حنا دائما معرضين للفشل. اذا اخر مرحله هي مرحله غسل القوالب. تناخذوا شويه ديال سائل الصحون والماء وتنبقاو بشويه بشويه تنغسلو حتى تنظفوهم من البقايا ديال الاسمنت والصباغه. الهدف من الفيديو ديالي راه ماشي هو نحبطكم، انما هو انني نشجعكم ونوري لكم ان ماشي دائما الا درنا شي حاجه راه غتصدق، ولكن رحنا معرضين للفشل ومعرضين للنجاح. واحلى نجاح واجمل نجاح هو يجي من بعد الفشل، وما نعتبروش دائما الاخطاء فشل، انما راه جزء اساسي وضروري ومهم للتعلم. وصلت النهايه ديال الفيديو. نخليكم في رعايه الله وحفظه، وما تنساوش ديروا اشتراك في القناه، ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو لتعم الفائده. ومع السلامه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.